وللمزيد حول أهم ما تمت مناقشته خلال جلسات اليوم مع زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. جلسات المحور الاقتصادي ما زالت مستمرة، وتحديدا الجزء الخاص بغلاء الأسعار والدين العام. يعني في حقيقة الأمر تم طرح العديد من المقترحات التي تخص المواطن بشكل مباشر، وأيضا جزء من المقترحات التشريعية التي من الواجب يعني عرضها في البداية على مجلس النواب. على أساس هذا العرض يتم الموافقة على هذه التشريعات إما بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، أو حتى بعد عرضها على رئيس الجمهورية بالتنفيذ المباشر. تم الحديث اليوم حول عدد من الملفات، من أهمها إسقاط بعض الديون الداخلية إذا جاز التعبير، إذا تمت الموافقة على هذا الأمر، مما يقلل من فكرة الديون العامة بشكل عام. هذه نقطة. النقطة الأخرى كانت خاصة بتوطين الصناعة. توطين الصناعة كان هناك عدد كبير من الأطروحات والمقترحات حول في بداية الأمر تقليل الفاتورة الاستيرادية، مما يقلل من الفجوة الدولارية بين الاستيراد والتصدير. كانت هذه نقطة هامة. النقطة الأخرى وتشكيل لجنة خاصة لتحديد أنواع الصناعات المهمة. هذه الصناعات إما يتم دعمها من القطاع الحكومي أو حتى من القطاع الخاص بعد توجيهات سياسة ملكية الدولة. هذه أيضا الوثيقة التي تحث على سرعة التعامل مع سندات الدولة أو غيرها من أصول الدولة لتخفيف من فكرة وطأة الديون، وأيضا تقليل فكرة التعامل المباشر وغلاء الأسعار مع المواطنين، بالإضافة للجنة خاصة لوضع حد وسقف لزيادة الأسعار بناء على الاستيراد أو حتى بناء على التصنيع المحلي. ربما هذه كانت أهم النقاط التي تمت مناقشتها في اللجان اليوم.